إنه الجنون بعينه. We are living during the most extraordinary time in human history. All transport will go fully electric. Es wird eine völlig neue Mobilität geben, meine Damen und Herren. من يقول إن السيارات الكهربائية غير ممتعة؟ سيارة RS e-tron GT هي السيارة الكهربائية الأكثر تطوراً لدى شركة أودي حتى الآن، فهي مليئة بالابتكارات. الثورة الكهربائية مستمرة على كل الأصعدة، وسنزور أحد الرواد في برلين. هو يملك شركة توصل البضائع باستدامة وتوفر جولات سياحية في المدينة دون انبعاثات. قيادة السيارات الكهربائية أكثر راحة من سيارات الديزل. الكهربائية لا تهتز، وقيادتها في المدينة أكثر هدوءاً. سواء كان التنقل بالكهرباء أو بمحركات الديزل فهو ليس بديهياً. لأسباب عديدة، أهمها أني بسمع تاريخ بلدي من الناس اللي عاشوه. سنأخذكم معنا في رحلة إلى رام الله في الضفة الغربية، مستقلين حافلة قديمة، رحلة أكبر من مجرد حنين إلى ماض جميل. فلنبدأ. أهلا بكم في فقرة تحت المجهر. اليوم ينتظرون أهم حدث في هذا العام، فأنا سأقود سيارة أودي RS e-tron GT لننطلق. كانت رحلة طويلة منذ العرض الأول للسيارة في عام 2018 وحتى نموذج الإنتاج المكتمل تماما والذي سنختبره اليوم. في آخر مرة تم فيها عرض السيارة كان تصميم الحيز الداخلي لا يزال سرا، والآن لم يعد كذلك. البيانات الفنية أهم شيء بالطبع. تحتوي سيارة RS e-tron GT على محركين كهربائيين بقوة مشتركة تقارب 600 حصان. عند تفعيل خاصية أوفر بوست تتعزز استطاعة المحرك مؤقتا فيصل إلى قوة 646 حصانا، وتصل السرعة إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثواني. إذا لم يكن هناك سيارة أمامي سأزيد من السرعة. بالطبع لا يمكنني السير بالسرعة التي أرغب فيها لأن هذا الطريق عام وعلي الالتزام بالقوانين، لكن بعض التسارع لا يضير، كما عليك إنذار من يركب معك مسبقا، فإذا لم يكن رأسه ملتصقا بمسند العنق فسوف يرتد إلى الوراء بعنف بمجرد أن تنطلق السيارة. هذا رائع جدا. التصميم الداخلي رياضي كتصميم باقي أجزاء السيارة، ويمنحك إحساسا وكأنك في قمرة قيادة سيارة سباق، لكنها أكثر فخامة وراحة طبعا. ما أحبه هنا حقاً عدم التحكم في كل شيء باللمس، فأهم الوظائف كالتكييف مثلاً يتم التحكم بها بواسطة الأزرار التي نستخدمها من حين لآخر أثناء القيادة، لأنه بمجرد أن يصبح الجو أكثر دفئاً أو برودة يمكنك تعديله بالأزرار بسهولة دون الحاجة إلى التنقل عبر القوائم الرقمية طويلاً. رائع. قلائل من يتذكرون أني في عام 2018 كنت من أوائل من أتيحت لهم فرصة قيادة النموذج الأولي e-tron GT في شوارع لوس أنجلوس. حينها لم يكن يسمح للسيارة بالسير ضمن حركة المرور العادية، فرافقتنا الشرطة. الرجل بجواري من المطورين الرئيسيين لسيارة e-tron GT. من المثير للغاية أن تقود سيارة على الطريق بينما إنتاجها كسلسلة لا يزال بعيداً. هذا أمر لا تعيشه كل يوم.
لم يكن لدي سوى رغبة واحدة، وهي أن أقود السيارة بشكلها النهائي، وها هو الحلم يتحقق. تحتوي سيارة إيترون جي تي على بطارية بسعة 93 كيلو وات ساعة، يمكن استخدام 85 منها بشكل فعال أثناء القيادة، وبهذا يمكنها قطع مسافة تصل إلى 470 كيلو مترا وفقا لإجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميا. وهذا يعني متوسط استهلاك يبلغ حوالي 20 كيلو وات ساعة لكل 100 كيلو متر، وقد استخدمنا الآن أكثر من ذلك بقليل، حوالي 25، لكن هذا يعتمد على أسلوب القيادة. من حيث التصميم تشبه السيارة إلى حد بعيد النموذج الأولي من عام 2018، وهو أمر غير شائع إلى حد ما، لكنه مثير للاهتمام. بالطبع يمكن اختيار كيفية قيادة مختلفة باستخدام هذا الزر، كالقيادة البيئية أو المريحة أو الديناميكية، واعتماداً على خيار القيادة الذي انتقيته سيتغير صوت السيارة. فإذا اخترت الوضعية الديناميكية سيصبح صوت السيارة أعلى بينما ينخفض مع البيئية، وهذا ممتع جداً خاصة في الرحلات الطويلة. هناك نظام تعليق هوائي اختياري بثلاث حجرات، وهو ما يجعل الفرق بين وضعيتي القيادة المريحة والديناميكية أكبر، وله ميزة أخرى تتمثل في إمكانية رفع السيارة أو خفضها، حيث يمكن رفعها أو خفضها لنحو 20 مليمترا اعتمادا على برنامج القيادة. فارتفاع أكبر عن الأرض ومقاومة أقل للهواء عوامل تؤثر على استهلاك الطاقة ومدى السيارة. بالإضافة إلى RS إيترون جي تي، هناك أيضا سيارة إيترون جي تي العادية التي تتمتع بمحرك أضعف بقليل، قوته 476 حصانا، وهي تتسارع إلى 100 كيلو متر خلال 4.1 ثواني، وهو رقم دون RS إيترون التي نختبرها. وما يميزها طبعا أنها أرخص بكثير، حيث تسمح بتوفير نحو 40,000 يورو. لدينا هنا فتحة شحن للتيار المتردد إذا كنت تريد الشحن في المنزل، لأنك عادة ما تخرج من سيارتك في المرأب وتقوم بوصلها بكابل الشحن، لذا فهي على هذا الجانب. وعلى الجانب الآخر لدينا التيار المتردد والتيار المستمر، لذا فإن الشحن السريع يصل إلى 270 كيلو وات، وهذا يعني إمكانية شحن السيارة من 5 إلى 80% خلال 22 دقيقة فقط. بمعنى آخر، يمكنك لخمس دقائق من الشحن أن تمنح السيارة نطاقا يصل إلى 100 كيلو متر، لكن لا تشحن السيارة من كلا الجانبين في نفس الوقت، لأنه إذا فتحت أحدهما يقفل الآخر تلقائيا. تفترض أودي أن أغلبية عملاء هذا الموديل يشحنون سياراتهم بشكل أساسي في المنزل باستخدام صندوق شحن جداري بقوة 11 أو 22 كيلو وات، فيستغرق الشحن الكامل نحو 8 ساعات بعدما تفرغ البطارية تماما. بمناسبة الحديث عن الفراغ، المكان الذي يوجد به المحرك في السيارات الأخرى عادة ما يكون فارغا في سيارة إيترون جي تي، أي أن لسيارة اختبارنا صندوقا أماميا وهو ليس كبيرا جدا، لكن يمكن إيداعه بعض الأشياء بالإضافة إلى الصندوق الخلفي. تبلغ سعة الصندوق الخلفي 405 لترات، لكنه مسطح إلى حد ما ولا يتسع لأشياء ضخمة، لكن هذه حال جميع السيارات ذات هذا الشكل فلا بأس.
وحكمي النهائي أنها سيارة مثالية، تسارعها فريد وسلوك قيادتها جيد، ليس فيها ما يمكن نقضه باستثناء نافذتها الخلفية الضيقة. ولو كنت أملك 100,000 يورو لاشتريت سيارة كهذه، لكن للأسف ليس لدي هذا المبلغ. يمكن القول إجمالاً إن سيارة RS إيترون جي تي سيارة رياضية خارقة ومداها جيد. وقت شحنها رائع أيضاً، لكن للأسف يبلغ سعر الإصدار الأساسي منها نحو 100,000 يورو، وتكلف نسختها المختبرة اليوم لا يقل عن 138,000. إنه من أصحاب الرؤى في برلين، فهو يبذل ما في وسعه لجعل المدينة أكثر نظافة واستدامة وجديرة بأن تصبح أكثر ملائمة للعيش. رولاند برياڤا أدخل تغييرات على قطاع النقل في العاصمة الألمانية. دراجات شركته ذات العجلات الثلاث توصل البضائع بصورة خالية من الانبعاثات. اسم شركته أوربان كاربو، وهدفه أن يكون إيصال البضائع بوسيلة خضراء. يجب أن أحافظ على الحركة دائماً وأن أسعى للانسجام وتطبيق الاتجاهات الجديدة أو أجرب الأحدث. فلسفتي هي أن علي دائماً صنع أشياء جديدة، ولا ينبغي أن أبقى ساكناً وقانعاً بما لدي. هذا في الواقع حافزي الدخيل لتغيير حركة النقل بمثل هذه المركبات، لا سيما عندما أسمع من يقول تلك شاحنة صاخبة أخرى لابد من إخراجها من المدينة. الحافلات تسير دون إصدار انبعاثات. لدى برياڤا حافلات سياحية من طابقين جرى تعديلها لتسير بمحركات كهربائية. لديه أيضا في مستودعه حافلات مخصصة للحفلات، صممها فنانون وتستخدم في الفعاليات الفنية. يعمل في عالم المركبات ووسائل النقل منذ عقود، كما نظم محب العمل معارض فنية. وهو منخرط في سياسة مدينة برلين، وبصفته المتحدث باسم حزب الخضر بخصوص سياسة النقل، يعمل بقوة لأن تصبح حركة النقل في برلين مستدامة. اهتممت بالسياسة لأجل فهم ما يحدث وكيف يفكر الساسة، لكني رائد أعمال أساسا، وبهذه الصفة أنا الشخص الذي لديه جرأة البدء بعمل الأشياء أول مرة. لكني مهتم جدا بعالم الفن ومشاهدة الأشياء من خلال العواطف. لدي فضول كبير بشأن عالم النقل الجديد. لذا أسس في عام 2016 شركة أوربان كارغو. يعتمد رولاند برياڤا على أسطول دراجات كهربائية للنقل، ويوصل طلبيات الزبائن المرسلة عبر الإنترنت بصورة مستدامة. مزارعون عضويون من ولاية براندنبورغ أودعوا الخضروات الطازجة في ساعات الصباح الباكر هنا، ويتولى سعات شركة أوربان كارغو نقلها إلى منازل الزبائن بمركباتهم الكهربائية. موديلات كثيرة من هذه المركبات الخفيفة والجديدة تم طرحها مؤخرا في الأسواق. مبدئيا يتطور المشهد حاليا، وستتوفر مركبات أفضل بمرور الوقت. لا نزال في مراحل الاختبار في كل مكان. هذا يعني أننا على اتصال وثيق بالشركات المصنعة، فإن لاحظنا وجود مشاكل أو رأينا إدخال تحسينات فيمكن أن يحدث ذلك بسرعة. مركبة تريبل الكهربائية هذه مثلا، والتي تسير على 3 عجلات، مصنوعة في الدنمارك. سرعتها القصوى 45 كيلومترا في الساعة، وهي قادرة على تحميل 750 لترا. هذا يعني أن راكبها يتمتع بمرونة أكبر في السير في شوارع المدينة مقارنة بشاحنة النقل العادية الكبيرة، كما أنها تصل بصورة أسرع لوجهتها، وهذا جانب مفيد للزبائن أيضا. البضاعة تصلهم طازجة، خضروات عضوية تصل أيضا دون التسبب بانبعاثات. يستمتع برياڤا بقيادة المركبة الصغيرة في الشوارع، متعة تكاد تضاهي قيادته حافلة كهربائية. يشعر المرء بنفسه مالك الشارع هنا، وعلى الآخرين إفساح الطريق له، وليس كما هي الحال عند قيادة مركبة تريبلي الصغيرة. هذا شعور جميل طبعا. الحافلة الكهربائية توفر راحة قيادة أكبر مما توفر حافلة الديزل، فهي تسير دون اهتزازات وقيادتها تتسم بالهدوء، كما أن السياح الذين يأتون إلى برلين يستمتعون أكثر في الحافلات الكهربائية.
الاستمتاع بمشاهدة بوابة براندنبورغ بضمير مرتاح وبهدوء دون أدخنة عوادم الديزل. يصل مدى حافلته السياحية إلى 120 كيلومتراً، وهي مسافة تكفي للقيام بعدة جولات سياحية يومياً داخل المدينة. جولاته السياحية تقود السائحين لمشاهدة روائع المدينة التي ساهم رولاند بريافا نفسه في إتاحتها. في حي تريبتو السكني، نقطة الحراسة بين شطري المدينة، في عام 1990 وبعد انهيار جدار برلين احتلها مع أصدقاء فنانين ونجحوا في الحفاظ عليها. كان في الطبق الأرضي هنا مخزن أسلحة. في هذا الحيز كان هناك عنبر اعتقال يحتجز فيه من يلقى القبض عليهم أثناء محاولتهم اختراق الحدود. حول نقطة الحراسة إلى متحف الفن الممنوع، حيث تقام فيه معارض فنية وفعاليات ثقافية بانتظام غايتها تجاوز مرحلة الانقسام بين شطري ألمانيا. ويعتبر بريافا أن لهذا الموضوع صلة بمفهوم الاستدامة أيضا. من أجل خلق بيئة صحية يجب أن تتوفر بلا شك علاقات سياسية واجتماعية صحية أيضا، لكن للوصول إلى مستقبل مستدام يتوجب معالجة الماضي أيضا، أي لا ينبغي للمجتمع أن ينسى ماضيه بحجة توجهه نحو المستقبل. رحلة الحافلة السياحية إلى روائع برلين الثقافية مستمرة. تتوقف الحافلة عند نادي تريزور، وهو من أهم نوادي موسيقى التكنو التي ساهمت في تشكيل سمعة برلين العالمية بصفتها من أهم مدن الحفلات والنوادي. هناك عمل رولاند بريافا مديرا في الماضي. لابد من التكنو والحافلات الكهربائية. ربما ما اهتممت اليوم بمجال المركبات الكهربائية لو أني لم أهتم سابقا بالتاريخ الثقافي ولم أساهم في تشكيل بعض ملامحه، وكذلك لو لم أكن مهتما بإحداث تغييرات على المدينة، ومهمتي الحالية هي الاستمرار في تطويرها لكي تصل إلى مستوى جديد عبر تغيير شكل النقل فيها. أعني أن النقل يجب أن يجعل المدينة أفضل وألا يشكل ضغطا على سكانها. لذا لا غرابة في وجود زبائن كثر من الفنانين لدى شركة إيربان كارغو، وهؤلاء يساندون رسالة رولاند بريافا في جعل برلين أكثر نظافة واستدامة. أتمنى أن أرى المزيد من هذه المركبات الخضراء في سائر أنحاء المدينة، فهي ستعيد لها حيويتها، كما أنها أعمال فنية من ناحية التصميم والفكرة. ما هي وظيفة الفن؟ أن يخاطب المستقبل إلى حد ما، وهذا مشروع مستقبلي، إنه مشروع بمظهر جميل، كلما أنظر إليه أشعر بالسعادة. وهذا بينما يواصل رولاند بريافا عمله باذلا كل ما في وسعه لجعل برلين مدينة أفضل للحياة. اسمي أكرم منصور، معروف أبو بدران، مهنتي الأساسية سائق تاكسي. أنا من مواليد ما بعد 67. هلا ما إلي ذكريات أيام ما كانت البلاد بلادنا، لكن من خلال أبائنا وأجدادنا كانوا يحكوا لنا القصص، لما سكت الباص حسيت مدى صدق أهالينا في رواية القصة الحقيقية. واكت هذا الباص بالنسبة إلي متعة ما بشعر فيها غيري لأسباب عديدة، أهمها إني بسمع تاريخ بلدي من الناس اللي عاشوه، قصص حقيقية
مش مفبركة، مش منتجة عن طريق أفلام. اطلع 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 يا ابو حمزه، اطلع وسكر لي الباب. صباح الخير، تريح. كيف حالك؟ تريح اقعد. يا رب يا الله. احيانا تختلط علي المشاعر، احيانا بحس بالغضب وانا اسوق الباص، لانه هذا الباص كان يطلع من القدس عمان بغداد الكويت، كان يطلع من حيفا لبيروت للشام، وكان يطلع من غزه للقاهره. حاليا مش قادر يوصل محطته الرئيسيه في باب العمود في القدس الشريف. والله يعني هيك جاب لنا ذكريات زمان، يعني كان في الزمانات هنا في باص بس مش دولي زي هيك، يعني نفس رام الله والبير بس داخلي، نفس الشكل هذا ونفس الديزاين تبعه، فكنا نركب فيه يعني لما نكون بدنا نجيب اغراض ولا بدنا نروح نشم الهواء نغير جو ونركب فيه. فرجعنا ذكريات زمان كيف كان، ما فيش حدود ولا في ناس تروح على بعض وعادي. ان شاء الله ترجع هذيك الايام. والله اشتقت له الباص، انا راح استقبله بنفسي. انا اسمي عمر السعدي خليلي، 14 سيارات قديمة، وفاتح كشركة تصليح السيارات. كل شيء كربج. هلا بدي زيته على طول. بلش يشتغل. يعني اجوني مجموعة من الشباب بدهم يصووا فيلم باص 47. بحثوا بكل فلسطين انهم يلاقوا المركبه هاي الباص. طبعا هذول راحوا زمان على الحديد. قلت لهم بساعدكم، ببني لكم باص طبق الاصل. زي ما بيقولوا مستحيل انه تعودي يوم من الايام اي شركه بالعالم انها تعيد تصنيع او تصميمه. ليش؟ لانه انا طوال بخلال 5 شهور بقيت مصمم الباص الهيكل 5 شهور ليل نهار بدون توقف جنب الباص عشان اعطيهم اياه، لانه بقى عندهم موعد انه ينزلوا على الاردن في تسريع. باص تاريخي فترتي وعشقي للسيارات، بقيت ألملم كل إشي قديم. يعني هذا الباص كل إشي جوا أثري، زمور الحرب العالمية الثانية جوا، أيام ما بقى يصير حروب بريطانيا أو ألمانيا أو ما بعرف، بقى يدوي يوصل كل المنطقة جوا، جواو الجيش البريطاني عليه، الساعات القديمة. يعني انبنى بكل إشي قديم، الماتور الشاصي طبعا كله تبع كانت راك بيتفورد زمان كانوا، بس الهيكل انا بنيت، بس معظم القطع كلها بقيت المها من جميع يعني فلسطين. بين 37 ل 40 ما كان طبعا غماز. هذه اضافات عشان نعم. الشارع نعم. هذا بنضاف كان الغماز يدوي. اعطي ابو سليم هذا الغماز. الغماز يدوي كان، ما كان يستخدم هذا الغماز. يشير الى بيشير للجهه الشمال. ما كان فيه تكييف اللي هو هذا طبعا استخدمناه نعم. يدوي برفع بنزل بدخل هواء نقي جوا على الركاب وعلى الشوفير وفرنا بالذات. هون عندك برضه المي يدوي. المي ملاي فرن يدوي كله يدوي. عندك الغماز يدوي، عندك ال شو اسمه هذا عشان بنزول ما تقدر تستخدم البريك يدوي، مش هاند بريك.
عشان هيك بحس بالانتماء لهذا الباص، بحس انه بخصني. سميناه وليد لأننا استولدناه، بحسه قطعة مني، بحب أفقده دائما، أحيانا بحب أشغله بس أسمع صوته. أي نعم هو موديل قديم لكن له معزة خاصة، بذكرني بلدي بوطني، برجعني لتاريخي، بحبه للناس. رحلة آمنة إذن، وإلى اللقاء.